كلنا عارفين ان يعني الاهرامات هي سر حتى الان العالم كله مش فاهم هو عمل ايه. يعني ناس تقول لك هو الهرم ده يا جماعه هو مقبره ولا كان معمول علشان يخفي اسرار معينه، ولا هو شكل فيزيائي من الاشكال اللي بتعالج الطاقه، ولا هو في نص العالم، ولا هو ولا الفضائيين هم اللي جم بنوه ولا ايه، من كتر ما احنا مش مصدقين روعته وجماله، ولا الحجر ده ازاي اتشال وازاي اتصقل بهذا الشكل في وقت كان في الدوله القديمه، يعني مش في الوسطى ولا الحديثه. كل الناس بتتكلم عليه، وحتى الان رغم انه كمان كان في الدوله القديمه الا انه مازال احد عجائب الدنيا السبع اللي لسه موجوده، اللي لسه ما اندثرتش. طول الوقت علماء الاثار على مر الزمن بيحاولوا يفكوا ويفهموا سر او اسرار الاهرامات اللي احنا حتى الان مش فاهمينها، من خلال ان هم يفترضوا نظريات. ممكن بعض هذه النظريات يكون صحيح، ممكن يكون غريب، ممكن يكون غير منطقي، ولكن في النهايه تظل الاهرامات هي علامه استفهام حتى الان لم تكشف كل اسرارها. انا عايزه اقول لك انه مع التقدم العلمي كان الحل في مشروع مهم جدا اطلق عليه اسم سكان بيراميدز، لعمل مسح للاثر باستخدام الاشعه الكونيه. وانا بعتذر، سكان بيراميدز هو سكان او المسح يعني اللي بيحصل للاهرامات. امبارح كان الكشف عن تفاصيل جديده ممكن توصلنا لكشف الغاز الهرم، فخلونا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور حسام عبد الفتاح عميد كليه الهندسه بجامعه القاهره اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ بشار، اهلا بيك. صباح الخير يا فندم. يعني امبارح سمعنا ان في كشف مهم جدا، ان هم اكتشفوا ممر داخل هذا الهرم او هرم خوفو. اهميه الكشف ده ايه؟ وهل سكان بيراميدز ليه علاقه بالقصه دي؟ طبعا هو سكان بيراميدز هو مشروع بحثي، هو اللي اتعمل الاكتشاف ده. سكان بيراميدز هو مشروع مشترك في هندسه القاهره مع مجموعه من الجامعات الدولية المتواجدة في اليابان وفرنسا وألمانيا وكندا. المشروع ده سنة 2015، وفي 2016 تم اكتشاف فراغ. الفراغ ده موجود في الواجهة الشمالية لهرم خوفو، لكن المعلومات اللي كانت متوفرة عنه ما هياش كانت يعني ايه كافية ان احنا نقول ماهية هذا الفراغ بالظبط. ومن 2016 ولغاية دلوقتي الفريق البحثي اللي هو من الجهات اللي أنا أشرت إليها كان بيحاول يحدد هو الفراغ ده إيه بالظبط. الحمد لله تم التأكيد على أن الفراغ ده هو ممر. الممر ده تم تحديد أبعاده بتقنيات كلها غير مدمرة. يعني ايه غير مدمره؟ يعني احنا ما فتحناش فتحه في الهرم ببساطه عشان المشاهد الكريم يبقى فاهم قصدنا. الممر ده يعني زي ما انا قلت الطول بتاعه 9 متر داخل الهرم، والعرض بتاعه حوالي 2 متر في الاتجاهين. ده المواصفات بتاعه الممر. اما بقى تفسير هذا الممر ليه، والله لسه في يعني المشروع مكمل ان شاء الله، بحيث ان احنا نقدر نحدد هو بالظبط ايه الوظيفه بتاعته. هل وظيفه اثريه؟ هل وظيفه هندسيه؟ احنا دورنا هيبقى في المشروع ان احنا نحدد وظيفته الهندسيه. هنقول الحاجه دي موجوده ولا مش موجوده، لكن الاختصاص بتاع التفسير ده من وجهه النظر الاثريه هتبقى طبعا المخصصين. لا يعني ايه الحاجه دي موجوده او مش موجوده يا فندم؟ لو في الممر ده بيؤدي الى حاجه تانية مش باينه دلوقتي. مقبره؟ المقبره يا فندم؟ لا انا ما اقدرش احدد اي حاجه يا فندم. انا كل اللي احنا بنقوله هل في فراغ ومواصفاته ايه، لكن استخداماته ما هياش التخصص بتاعنا. يعني حضرتك زي ما تقول كده احنا فني الاشعه اللي بندي المعلومات للطبيب اللي بيشخص الحاله، فاحنا دورنا ووظيفتنا ما هياش تشخيص الحاله على قد ما احنا بندي بنستخدم التكنولوجيا بان احنا نكتشف اللي موجود واللي مجهول بقاله 4500 سنه.
طب احنا الـ 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 يعني الخبر ده من امبارح، وهو فعلا يعني انا مش ببالغ لما بقول انه قالب الدنيا، كل وكالات الانباء بتتكلم عنه وكل الناس متحمسه جدا ان هي تعرف ما وراء هذا الاكتشاف. عفوا، احنا النهارده ازاي يمكن ان احنا بنستخدم سكام بيراميدز دي ليه؟ يمكن ان احنا نعرف اسرار اكتر واكتر، هل في تفاصيل اكتر يمكن احنا لسه على صدد ان احنا نعرفها في الفتره اللي جايه؟ اه طبعا، احنا زي ما قلت لحضرتك المشروع مستمر علشان نقدر نشوف اكتر ايه اللي موجود جوه الهرم، لان زي ما كل الناس عارفه الهرم فيه اسرار لم تكشف بعد. الاسرار دي هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي الى يعني معرفه وفهم اكبر لكيفيه بناء الهرم وكيفيه الطريقه اللي استخدموها خدماء المصريين علشان يعني استخدام الهرم نفسه. طب حضرتك قلت لي ان حضرتك زي فني الاشعه اللي يعني بيسكان الموضوع، انا برضو عايز افهم ازاي تم عمل السكان ده؟ هرم يعني مش جسد بني ادم، مش يعني عملتوا سكان ازاي لهذا الصرح المعماري الكبير؟ دي بقى احنا خلال السنين اللي فاتت دي اللي هو 8 سنين بتوع المشروع، في 5 تقنيات مختلفة تم عملهم لمحاولة تحديد اللي حصل او اللي موجود جوه الهرم. البداية كانت باستخدام الأشعة تحت الحمراء، ودي الانفراريد، ودي معروف ان هي بتوري التوزيع الحراري على اي جسم احنا شايفينه. الانفراريد بين ان في حاجه هنا مختلفه عن بقيه الجسم بتاع الهرم. تم بعد كده استخدام تقنيه مختلفه، وهي تقنيه مشهوره في اليابان اسمها الميون تكنولوجي، او رصد جزيئات الميون، والجزيئات الميون دي هي اشعه كونيه او كوسميك رايز، بتبقى موجوده في الفضاء الخارجي بس بتبقى ليها قدره على الاختراق كبيره جدا. وبالتالي تم استخدامها كمرحلة تانية، وهي اللي أكدت أن في فراغ موجود قبل كده. بعد كده تم استخدام حاجة اسمها Ground Penetrating Radar أو GPR. GPR ده بيستخدم بطريقة بترددات مختلفة، ما هياش زي أشعة النيون، لكن هو مع الألترا ساوند هما الاثنين مع بعض بيعملوا اختراق لطبقات الحجر اللي موجودة في الهرم. فدي كانت التقنية الثالثة، هي الموضوع بتاع جي بي آر أو Ground Penetrating Radar، والتقنية اللي بعد كده هي الألترا ساوند. كل الكلام ده اتجمع باللي هي 3D Modeling أو المحاكاة ثلاثية الأبعاد، ودي اللي أكدت المكان والأبعاد بتاعة الممر اللي موجود. اخر حاجه اللي هي الصور اللي انا شايف حضراتكم بتعرضوها اللي هي بتبين ايه اللي داخل الممر، دي اتعملت يعني قبل الاعلان عن الكشف بايام، ان احنا عرفنا ندخل انديسكوب او كاميرا صغيره جدا من خلال فتحه في الحجر، وهي اللي ادت الصوره دي واكدت كل القياسات والمحاكاه اللي اتعملت قبل كده. يعني اكتشاف مهم جدا، ولسه لغايه النهارده من 7000 سنه لليوم احنا بنكتشف كل يوم حاجه جديده عن اجدادنا. يعني بنشكركم على مجهودكم الكبير، وان شاء الله نكلم حضرتك قريب عن اكتشاف اخر ونعرف الممر ده بعده في ايه. كل الشكر ليك الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كليه الهندسه بجامعه القاهره، شكرا ليك.